ضرب السيوف. قال والله ما رأيت أشجع من أبي بكر الصديق. قالوا شلون؟ قال والله إني رأيت النبي مرة أول بداية الإسلام، وكان هو صغير أبو علي عمره سنة، عمره 11 سنة، يعني له سنة في الإسلام. قال ورأيت الناس ملتفين حول النبي كفار قريش صلى الله على محمد، والله إنه تعب من أجلنا وتأذى عليه الصلاة والسلام حتى يوصل لنا هذا الإسلام، اللهم صل على رسول الله. يقول فرأيتهم ملتفين عليه، اللي يروي الرواية علي، يقول فرأيت هذا يجذبه وهذا يضربه وهذا يقعده يدفه يجلسه وهذا يرفعه، ومجتمعين مجموعة كبيرة عند الكعبة، وذاك يخنقه على جدار الكعبة، وما من أحد استطاع أن يدافع عن رسول. عليه الصلاة والسلام تأذى وتعب وأوذي حتى تصل هذه الرسالة والإسلام على هذا الطبق من ذهب، تراه الأمة والأجيال، عيالنا الآن يشاهدون ما يدرون، وحنا ما شعرنا بشيء من ذلك. يقول علي رضي الله عنه فرأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يأتي من بعيد يركض يجري، ثم قال افسحوا الطريق ابتعدوا، حتى دخل بين هؤلاء الثلة. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يقول فالتفت عليه عقبة بن أبي معيط فضربه ضربا مبرحا، ضرب أبو بكر. قال فحمل النعال أكرمكم الله، والنعال قديما كان أسفلها كله خشب. يقول فحمل النعال فأخذ يضرب أبو بكر على وجهه وعلى عينيه. قال والذي نفسي بيده ما عرف وجه أبو بكر من رأسه، انتفخ وجهه كله، لا نفرق بين عينه ولا أنفه ولا خده ولا أذنه، حتى حمل مغشيا عليه رضي الله عنه وأرضاه. والنبي يقول ارفعوا أبا بكر، ارفعوا أبا بكر، وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وجاءت بعض رجال قبيلة أبو بكر رفعوه وأخذوه وأدخلوه إلى بيته عند أمه، وقالوا لها والله لا نظن أنه حي، ونشك أن يحيى، يعني هو ميت ميت، لكن إن قام أطعميه وأشربيه. ورجعوا لعقبة قالوا والله لو أصيب أبو بكر بشيء لنقتلنك يا عقبة، والله ناخذ حقه وناخذ بالثار ولن نقبل بما فعلت. تخيلوا أبو بكر الصديق الآن مغشى عليه في الغرفة، وعنده أمه تنظر إليه وترقبه. فلما فتح عيونه، أول ما فتح عيونه نظر إلى أمه وقال لأمه رضي الله عنه وأرضاه أين رسول الله؟ ماذا فعل برسول الله؟ وردت عليه فردت عليه أمه لما رأت هذا المشهد وقالت له اترك عنك محمد، فهذا الذي جر لك محمد، يعني ايش تبغى محمد تسأل عنه؟ قال والله ما اطعم، يعني والله ما اكل لقمة ولا اشرب شربة حتى اطمئن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. تقول له كل وبروح اسألك. قال والله ما اكل ولا اشرب لين يجيني خبر محمد وش اخباره وش وضعه. قال لامه اذهبي الى امي جميل بنت الخطاب فاطمة اخت عمر بن الخطاب، كانت مسلمة مخفية اسلامها. قال روحي لها واسأليها عن رسول الله وتعالي طمنيني. وراحت ام ابو بكر ودخلت على فاطمة، فلما دخلت عليها قالت ان ابا بكر يسألك عن محمد. قالت وما ادري ما محمد وما ادري ما ولدك، يعني ما لي علاقة لا في محمد ولا في ولدك، خايفة لانها كانت تخفي اسلامها. قالت لكن خذيني معك اطمئن على ابو بكر، ايضا هي ذكية تقول بروح معك بس اشوف وضعه. يوم دخلت فاطمة بنت الخطاب على ابو بكر وهو مسجى طايح، قال لها يا فاطمة بالله عليك كيف رسول الله وشلون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والتفتت هي، يعني تقول ترى امك موجودة، امك مين مسلمة وكيف تسألني هالسؤال وافضح نفسي انا داخلة في الاسلام؟ قال لا عليك لا عليك انما هي امي، ما عليك قولي للخبر. قالت ابشرك انه بخير،
قال سألتكم بالله أن ترفعوني إليه. تقول فاطمة فحملناه والله إنه لا يمشي وإن الدم يسيل عليه وعلى ملابسه. فرفعته أمه فاطمة ورجولها تخط في الأرض رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح له الباب شافه النبي فرق له ودمعت عينه واحتضن عليه الصلاة والسلام. يا حظك يا أبو بكر بهذا الحضن الجميل والعظيم، ويستحق والله أبو بكر هذا الحضن، يستحق حضن محمد بحق. حنا بعضنا وده يتمنى، لكن وش قدمت؟ حنا ما عمرنا خدشنا في الإسلام خدشة، ما عمرنا جانا شيء في سبيل الله. بعضنا يتثاقر البطارية هو نايم يقوم من صلاة الفجر، البطارية أثقل منه، ثقرت على روحه ولم يستطع. أبو بكر ضحى ضحى، ولذلك احتضن النبي عليه الصلاة والسلام وجلس يحتضن. قال ماذا أصابك؟ يعني طمني عليك. قال لا عليك يا رسول الله، فداك أبي وأمي، إنما شيء بسيط في وجهي، لا تخاف أنا بخير. يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا صداقة زي كذا؟ وين الأزواج اليوم؟ هذا صاحب يقول يا صديقة لا تخاف علي، طمني زوجك عليك، لا تهولي الأمور، خفف الأمور في البيت، أنت خفف الأمور على أهل بيتك، لا تنشبهم مشغول ومديون وما علي وفيني، خفف الأمور. وأنتم يا أصدقاء وين الوفاء؟ وين المحبة؟ وين الإحساس بالصديق والحب؟ ولا خرطي كلام بس؟ الصداقة مين تصدير حروف، والمحبة والأخوة والوفاء ميزان عمل، عمل اللي ما يعملها عمل على وجه الأرض ولا ما يعرف ذلك. ولذلك أبو بكر الصديق يعرف ذلك، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أبو بكر الدم ينزل والنبي يضمه يمسح على وجهه. شوف إيش كان أمه واقفة، استغل الفرصة قال يا رسول الله أسألك أن تدعو لأمي بالهداية. الله يهدي أمهاتني يا رب العالمين. والله أني تألمت، جاءتني رسالة قبل كم يوم واحدة تقول يا شيخ أمي تتصل وتكلم، يعني تكلم رجال بالتلفون، وأننا نشوف الحقيقة وهذا الأمر مؤلمنا. أنا ما ودي أذكر بعض المواقف الحقيقة المتعبة، لكن أقول كوننا نهتم أيضا بآبائنا وأمهاتنا. العائلة يوم التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يا رسول الله ادعو لأمي بالهداية. قال الرسول اللهم اهدي أم أبا بكر، اللهم اهدي أم أبا بكر. يقول أبو بكر والله ما نزل الرسول يده اللي تقول أشهد أن لا إله إلا الله.